تعالوا نروح مع حضراتكم للدكتور احمد عبد العال رئيس هيئه الارصاد الجويه، نعرف اكتر يعني الجو وحاله الطقس خلال الساعات المقبله. صباح الخير يا دكتور، اهلا بيك يا فندم. حضراتكم وعلى الساده المشاهدين، حابين نطمن من حضرتك يا اخبار الجو خلال الساعات المقبله، هل يعني درجه الحراره هتظل كده مرتفعه؟ الحديث كمان والكلام عن العاصفه اللي موجوده تحديدا في الفرافره. طبعا احنا قايلين ان امس بدات في بعد الظهر امس حاله من عدم استقرار في الاحوال الجويه غرب البلاد الساحل الشماليه الغربيه، وقلنا ان من النهارده تبدا تتقدم الى الداخل ناحيه جميع المحافظات. بدات عباره عن نشاط للرياح مثير المال هبه قد يصل لحد العاصفه، ايضا مصحبه امطار بدات فعلا في الوادي الجديد في الفرافره، في هذه الاماكن بدا النشاط للرياح، وواضح انه بدا فعلا مع بدايه ساعات النهار ساعات قليله ويبدا على الوجه البحري والقاهره وباقي المدن، لكن هو الاهم هو وجود الامطار اللي هتهدي هذه التجربه. يعني متوقع يا فندم امتداد العاصفه دي اللي بدايتها من الوادي الجديد الى وجه بحري الى العاصمه القاهره؟ هي هتكون هتتجه ناحيه اسوان والمناطق الصعيد اكثر، ولكن هناك في فرص للامطار، فرص الامطار اللي هتهدي مش عارف الرياح السنه زي ما هي، لكن التجربه هي اللي هتهدى. فالامطار لان الامطار من المتوقع انها تكون متوسطه على الساحل الشماليه والوجه البحري والقاهره، اما الجنوب و شمال وجنوب سيناء وثلاث جبال البحر الاحمر الامطار هتبقى شديده قد تصل الى حد السيناء. متوقع يا فندم استمرار العاصفه دي هيكون قد ايه يا فندم؟ يعني هي ساعات برضه قليله وتبدا كتربه، لكن هتستمر وهتهدى سرعتها، يعني سرعتها مش هتزيد كتير في الساعات القليله القادمه، وتبدا تهدى اقل من كتير من اللي هي موجوده عليه في الفرافره. احنا شايفين مع حضرتك دلوقتي على الهواء ده شكل العاصفه اللي حضرتك قلت انها يعني منطلقه من الوادي الجديد وفي الفرافره. طيب عشان الجو يهدى يعني المفروض يبقى فيه او احتماليه سقوط امطار، ده هيرجع الجو نوعا ما الى طبيعته ان شاء الله. بس مش هتبقى يعني الامطار مش هتبقى زي المره اللي فاتت بشكل غزير، ولا ايه التوقعات؟ طبعا لا، هي الامطار هتبقى متوسطه بالنسبه ل الساحل الشمالي الغربيه والوجه البحري والقاهره، لكن بالنسبه للمناطق الجبليه دي بتتقطع الى حد كبير. طب النصائح اللي حضرتك تحب توجهها يا دكتور احمد يعني خلال الساعات او الوقت اللي بنمر بيه بالعاصفه دي، تحديدا اهلنا اللي موجودين في الوادي الجديد المفروض يعملوا ايه ويتفادوها ازاي، او يعني يضمنوا سلامتهم ازاي؟ طبعا اصحاب امراض جهاز تنفسي والامراض العيون بيبعد عنها دي الاجربه تماما وبيراجع الطبيب بتاعه. بنحاول ان احنا في الكمامات دي ان احنا لو انا خارج مضطر ان اروح شغلي بحطها عشان اتوقع هذه الاجربه. عدم التواجد في الشمس البشره فترات طويله، يعني بحاول قدر الامكان ان انا اتواجد في اماكن جيده. شكرا جزيلا دكتور احمد عبد العال رئيس هيئه الارصاد الجويه، زي ما شفنا في احتماليه انها تدخل العاصفه اكتر الى اسوان والى وجه بحري، وسقوط الامطار ده اللي هيخلي الجو ان شاء الله يرجع مره ثانيه لطبيعته باذن الله.